أحسن الله إليكم. هذا الأخ عين سين يقول: إذا حلف علي شخص أن أخبره بالمبلغ الذي قمت بدفعه عنه فأخبرته ببعض المبلغ إكراما له، فهل علي شيء أو عليه شيء؟ نعم. يقول: إذا حلف علي شخص أن أخبره أو أن أخبره بالمبلغ الذي دفعته عنه فأخبرته ببعض المبلغ إكراما له، فهل علي شيء؟ نعم، لا تبرأ، لا يبرأ من اليمين إلا إذا أخبرته بكل المبلغ، لأنه حلف عليك أن تخبره بالمبلغ الكامل، فلا يكفي أن تخبره ببعضه، وهذا لا يبر باليمين. نعم.